أيها المغتربون اللبنانيون، احذروا، عملية نصب في أنغولا بطلها لبناني والمبلغ فاق 25 مليون دولار. فماذا في التفاصيل؟ في الوقت الذي يلجأ فيه أغلب الشعب اللبناني إلى الهجرة سعياً وراء لقمة العيش، يتعرض البعض منهم إلى عمليات نصب واحتيال. فقد أفادت المعلومات عن إقدام المغترب اللبناني واو طاء، الذي يعمل في تحويل الأموال من أنغولا إلى عدة بلدان في العالم منها لبنان، على عملية نصب واحتيال تقدر قيمتها ب 25 مليون دولار أمريكي. وأضافت المعلومات بعد أن قام واو طاء بجمع الأموال، لاذ بالفرار إلى البرازيل وقام بتحويل الأموال إلى هناك. وتشير المعلومات إلى أنه اشترى الجنسية البرازيلية بمبلغ مادي وغير اسمه. وفي السياق، أقدم أحد المتضررين على إطلاق النار على أملاك أخ المدعو واو طاء، ويعود ذلك إلى أن الأخ يشرف على توزيع الأموال التي يحولها أخاه إلى ذويهم. وقد عمد الأخ على تقديم شكوى إلى الجهات المعنية، علماً أن هذه التحويلات لا يمكن أن تكون قانونية، ولا يمكن أن يدعي المتضررون لدى النيابة العامة المالية، وذلك لعدم وجود الأدلة الكافية كونها تحويلات غير شرعية. وكشفت المعلومات أن واو طاء من ضمن قضاء سور، وأن أغلب المتضررين هم من سكان الجنوب، والبعض القليل منهم من سكان بيروت.